أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح انطلقت في دولة الإمارات إلى الحياة العملية منذ 26 عاما. السيد خالد عبيد الكعبي، مساء الخير. مساء الورد والياسمين. أستاذ خالد، بداية حابين نتعرف بشخصك الكريم. أنا خالد عبيد خميس مطر الكعبي. من العين. من مواليد العين 27/11/73. من سكان مدينة العين. أستاذ خالد، انطلقت من 26 عام حكيت لنا بلشت في تجارة السيارات. نعم. كانت هي هواية أم كانت وراثة أم كانت صدفة؟ لا، كانت هواية. نعم. بديتها هواية طال عمرك ولين وصلت المرحلة هاي. وخلال هال 26 سنة لوين وصلنا مراحل في تجارة السيارات قبل فتحنا على معرض الوشاح؟ بديناها طال عمرك هواية، عبارة عن أول شيء جربته في سيارتي. نعم. وعجبتني الفكرة، هي أول شيء الفكرة عجبتني من ناحية التبديل. نعم. تغيير نوع السيارة. وبعدين عجبتني طال عمرك، شفت عمري الحمد لله رب العالمين زادوا على الأصدقاء وزادوا المعارف، صار الناس تطلب السيارة اللي عندي تحلو في عين ربع اللي وياي. نعم. فعيبتني السالفة وكملت فيها. والوشاح اللي انطلق من سنة، الوشاح أول شيء بدنا نعرف عن الاسم، من وين إجا؟ اسم الوشاح طال عمرك، يا أنا في يوم كنت معزوم في منطقة المدام. نعم. في تابع لإمارة الشارجة، فجلست في منطقة اسمها الوشاح. نعم. أهلها ناس بسطاء جدا وطيبين وكرماء جدا، ومنطقة هادية، وعجبني الاسم. فسبحان الله يومية تفتح المعرض يا سيدة الاسم هذا في بالي، وفي نفس الوقت اسم الوشاح يدل على طال عمرك اللي احنا شو نقول عنه، لا اله الا الله، الوشاح اللي هو بيكرمون شخص. نعم. يلبسونه وشاح، يقول لك وشاح الدوله او وشاح من الملك او وشاح من الامير. وقبيله الوشاح بعد معروفه نفس الوسام. نعم. نعم. وقبيله الوشاح ناس بدو من اهل الاردن بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اعرف فيهم الشيخ انور الوشاحي. نعم. ابو راشد ريال معروف، ولا افضال كثيره بعد هني عندنا علينا. أستاذ خالد، مجرد ما دخلنا الحياة العملية أو قررنا أنه نفتح بزنس أو ندرك بزنس، هذا بحد ذاته مسؤولية كثير كبيرة، مسؤولية ممكن تضاهي مسؤولية الزواج، لأنه البزنس هذا رح يكون فيه موظفين، هاي الموظفين بدهم يفتحوا بيوت من هذا البزنس اللي احنا فاتحين لهم إياه. فوجود 3 أو 4 من الموظفين في معرض سيارات تحت خيمة حضرتك، علاقتك فيهم هي علاقة أسرية زي ما حضرتهم خبرونا، كيف بتنمي هاي العلاقة بينك وبين موظفينك، وكيف بلشت تتطور في الوشاح وصار هلا الوشاح اسمه على مستوى الامارات ككل؟ احنا بدينا طال عمرك ما تعاملنا، يوم بدينا اشتغلنا في المعرض ما كنا نتعامل معامله انا صاحب معرض وهذا عفوا موظف، لا. صح. بديناها اخوان، وبديناها طال عمرك عاملته نفس اخوي الصغير، غلط مره غلط مرتين، انا اغلط هو يغلط، احنا تعاملنا مع بعض اخوان عائله. صحيح. وشوي شوي الحمد لله رب العالمين صار في بيننا اكثر ما يخطر في بالك، محبة، معزة، احترام، ثقة. وسوقنا لازم الإنسان يكون صادق في تعامله مع الناس وأمين. شغلتنا تعرف فيها أخذ وعطاء، فيها بيع وفيها كل شيء. الحمد لله الله سبحانه وتعالى بارك لي في أحسن الناس، فضل من الله سبحانه وتعالى. المصداقية والأمانة هذول أساسيين في كل بزنس، والمصداقية والأمانة إحنا لما يوصلوا لكل الناس اللي حوالينا أكيد بدنا نستمر وننجح. الشيخ محمد بن راشد خبرنا إنه يجب أن نكون الرقم واحد أو نتطلع إلى الرقم واحد. فانت كمان اكيد بتتطلع زي ما الليدر تبعنا عم بتطلع لهي المرحله، وين بدك توصل او بايش عم بتحاول
تميز حالك عن باقي معارض السيارات؟ احنا الحمد لله رب العالمين نميز حالنا جزاك الله الخير من ناحية اني ياس افكر نطلع نظام البنوك من عندنا نهائيا. نعم احنا الحمد لله رب العالمين ياسين نبيع سيارات على ناس باقصاد المريحة على حسب استطاعته هو الشخص نفسه اللي جاي ياخذ سيارة عندنا. احنا نتميز عن غيرنا كلنا خير وبركة والناس كلها خير وبركة، بس نتميز عن غيرنا السيارة اللي ياخذها الشخص من عندنا ياخذها من الـ A to Z مسيرفسة كامل مشيكة كامل. نعم. وعلى حسب وضعه، إذا السيارة قيمتها مثلا 70,000 60,000 وعنده 50 بيظلن عليه 20 نقول له ما في داعي للبنك، اللهم لك الحمد في الثقة الحمد لله ونسوي شغلنا مع بعض بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الكاستمر نفسه. أنا أتمنى من الله أن الله يوفقني ويكون شغلي طال عمرك بدون بنوك إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. تسهيلات البنوك ممكن تكون تسهيلاتها أقوى بكثير من المعرض، يعني صح. ممكن البنك يسهل لك يحكي لك ادفع لمدة 10 أو 20% فقط صح. وهو بقصة الباقي، بس في المقابل في فائدة. هل إحنا ممكن نضاهي هذا الموضوع أو ننافسهم؟ إحنا طال عمرك نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا إن شاء الله، لكن نقول اللي يبدأ طال عمرك بدون فوائد بدون ربا الله سبحانه وتعالى يبارك له فيه. صحيح. نعم الحمد لله رب العالمين. أستاذ الكريم، بحكم أنه إحنا قناة أردنية وأهل الأردن كلياتهم يعني مهتمين بالسيارات بشكل جدا كبير. نعم. المنطقة الحرة الأردنية في الزرقاء تحديدا تجار السيارات فيها بشكل كثير كبير وتعاملهم كلياتهم على الإمارات. هل في بيننا وبينهم أي تداول أو أي تجارة عم نروح عندهم أو عم بيجوا عندنا أم عم نشتغل معهم فقط على الإيميل؟ لا زرائي. نشتغل معاهم طال عمرك والحمد لله وزرناهم، وفي جماعة عزاهم الله الخير حاليا يبون يرسلون سيارات من الأردن. نعم. من السوق الحرة، وياسين إن شاء الله بإذن الله تعالى بس نرتب عملية شحنهم وطلعتهم وجيتنا، جايتني بإذن الله تعالى 13 مرسيدس من الأردن من سوق الحرة إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. أستاذي عم نشتري كمان سيارات جديدة من نروح على كوريا على ألمانيا على أمريكا نستورد من هناك، ولا فقط عم نشتغل على مستوى الصعيد العربي؟ نستورد من أمريكا السيارات اللي حسب يطلبها الزبون عندنا، في زبائن يطلبون عندنا الاس الكلاس المرسيدس أو السيارات الحديثة. نعم. تكون دائما برا أرخص في أمريكا. أيه. ففي بعض الناس نعم طلبوا منا سيارات ووفرنا لهم اياهم وسلمناهم اياهم بعد الحمد لله رب العالمين. انا لاحظت من وجودي على باب المعرض لقيت سيارات كلها فخمه بعض الشيء، وهل انت بتتميز بالسيارات الفخمه ام بجميع انواع السيارات؟ لا انا اتميز بجميع انواع السيارات، لكني انا من عشاق الالماني. نعم. انا كخالد احب الالماني. نعم. سيارتي الخاصه يا مرسيدس يا رينج روفر، وهاي سبحان الله ورثناها من الوالد الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر. يعني الوالد أول ما شفنا سيارة عنده كان عنده مرسيدس. صحيح. وحبينا المرسيدس من هنا، هو كان يستخدم مرسيدس والحمد لله رب العالمين. أستاذ الكريم، دائما سقف الطموح أو سقف النجاح مائل وسقف أو مائل، لمن دائما الواحد بتطلع للأفضل بتطلع للتطور دائما. إحنا إلنا سنة في العين عم نفكر نروح على إمارة تانية نتوسع يكون إلنا أكثر من فرع، عم نفكر في تطورات جديده ممكن تكشف لنا اياهم بالنسبه للوشاح للسياره ان شاء الله. انا منيتي ان يكون عندي معرض سيارات يا طويل العمر في منطقه الحره في الشارجه ان شاء الله. الشارجه سوق كبير. صحيح. وسوق ما شاء الله تبارك الرحمن من كل الجنسيات موجود فيه. صحيح. ومن كل مكان، اول ما كان فيه العين وابو ظبي، اول العالم يبدأ سياره تقول لك رايحين الشارجه. صح. ليش؟ ان الشارجه ما شاء الله تبارك الرحمن سوق مفتوح ومنوع. صحيح. احنا هالعين نتميز في الفور ويل. نعم. اهل ابو ظبي يتميزون في سيارات الفخمه. نعم. الفخمه الغير. سوق الشارجه ما شاء الله تبارك الرحمن فيه كل شيء. صحيح. فانا ان شاء الله باذن الله اذا الله وفقني اتمنى ان يكون عندي معرض سيارات باذن الله في الشارجه. بالنسبة للشارقة، أنا بدي أوقف عند هاي النقطة، الشارقة والاكتظاظ السكاني الموجود فيها بشكل كتير كبير، الشارقة اللي فيها نسبة العرب أعلى من أي إمارات. نعم. ممكن تكون إحنا نشوفها على مستوى الإمارات ككل. الإمارات عودتنا على الأرقام القياسية، إحدى الأرقام القياسية أكثر من 218 جنسية موجودة داخل الدولة. نعم. أكثر من 184 لغة موجودة عم تتداول داخل هاي البلد. هل إحنا استهدفنا الشارقة لأنه القطاع العربي فيها أكثر أم استهدفنا الشارقة فقط لأنه السوق أكبر؟ لا أنا استهدفت الشارقة أن الشارجة سوقها أكبر. نعم. فقط. أستاذ الكريم، جبل علي هو محطة لكل العالم، جبل علي صار المكان لتصدير أي شيء من أي في العالم. نعم. إلنا أدوار في جبل علي عم نصدر أو نستورد عن طريق. نعم نستورد سيارات من أمريكا عن طريق دائما جبل علي. نعم. إكسبو 2020 عم تتصور إنه ممكن يكون فاتحة أكبر لسوق السيارات على مستوى الإمارات؟ والله يا أخوي ان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى الخير، واكسبو 2020 بيكون في ناس ضيوف اكثر جايين، امور كثيره بتتغير ان شاء الله، نتمنى من الله سبحانه وتعالى الخير ان شاء الله.
بحكم وجودنا في الامارات، الامارات عودتنا على التطور بوجود الحكومه الالكترونيه اللي ما في موجود فيها في اي دوله في العالم. نعم. اللي هي الحكومه الالكترونيه موجوده، وارتباط العالم صار في الالكترونيات او التليفون، خلينا نحكي بشكل كثير. عندنا اي نشاطات على السوشيال ميديا بشكل عام مثل فيسبوك، تويتر، سناب شات، انستغرام؟ عندي طال عمرك الحمد لله، نعم، عندي مواقع في الفيسبوك. نعم. وعندي موقع في الانستغرام، وعندي طال عمرك في السناب شات، والحمد لله عندي متابعين وايد على المعرض، على التطورات اللي يصير عندي اول باول في السيارات في المعرض. صح. والحمد لله رب العالمين. بشكل عام استاذ الكريم، السيارات واسرار السيارات، خلينا نحكي، انت اول ما حكيت السيارات عالم واسرار. نعم. طبعا 26 سنه خبره لا ما بتقل، بس اكيد في بالسوق تجار برضو عندهم ممكن يكونوا ينافسوك في الخبره هاي الموجوده. صح. كيف تميزت بين هذول التجار انت؟ تميزت، الله يبارك فيك، اني انا اتعامل مع السياره كانها سيارتي. نعم. الزبون اللي ياخذ سياره من عندي الحمد لله رب العالمين يطلع من عندي راضي ومرضي. قبل لا ياخذ السياره يعرف ان السياره ماخذنها من عند شخص يحب السيارات. انا السيارات طال عمرك ما عاملهم اني كتاجر اجيبها واكبتها واخليها ثابته ويجي زبونها ويشيلها، لا، اغسل، انظف، اشيك، اعمل سيرفس، اعدل، اخلي السياره تطلع من عندي جاهزه. والشيء الثاني، انا السيارات هوايه. صحيح. هو طبعا دائما الهوايه تكون غير عن لا يلمس الله اللي هي تداول المهنه والبيع والشراء. في 100 تاجر وفي 1000 تاجر، لكن كل انسان يتميز. فغير يوم تكون ترابط هوايتك الشيء اللي تحبه في نفس الوقت باب رزقك، لازم تكون متميز فيه. تحت خيمه الوشاح حاليا في الوقت. نعم. الحالي كم سياره موجوده؟ تبارك الرحمن، تقريبا عندي حول 23 ل 25 سياره. ما شاء الله، اللهم لك الحمد. استاذ الكريم، دائما التوفيق والنجاح هذا فضل من رب العالمين. والنعم بالله. نعم. وبعد رب العالمين احنا في دوله خصبه للنجاح وهي دوله الامارات. صح. فبعد رب العالمين وبعد دوله الامارات في اشخاص اثروا بحياتنا، اكيد هذول الاشخاص لازم نحكي لهم شكرا دائما. اكيد. لمين بتحكيهم؟ احكي شكر طال عمرك و اكثر انسان جزاك الله الف خير غير في حياتي، واكثر انسان انا ما اطلع من جزاه اللي هو الوالد، الله يعطيه الصحة والعافية. الله يخلينا يا رب. الوالد طال عمرك كل شيء في حياتنا جزاه الله الخير هو كان سببه. اللي هو الشيخ عبيد الكعبي. نعم. الله يخلينا يا رب. اللهم امين. وتحية من الأردن الأستاذ. جزاك الله الخير. أبو خالد طال عمرك ريال بدأ حياته من الزيرو. وفضل الله سبحانه وتعالى في سنة 90 فتح تبارك الرحمن شركة غطاء غيار. فشفته كيف يحب شغله وتجارته والامور هاي، وانا الحمد لله رب اعتنيت فيه يعني. نما العزيمه. اللهم لك الحمد. نعم. استاذ الكريم، دوله الامارات هاي الدوله اللي تميزت عن باقي دول العالم بمنظومه وهي منظومه الامن والامان، او نعمه الامن والامان، اللي للاسف اصبحت حلم في دول عربيه كثيره كمان للاسف. هاي النعمة اللي تأسست من عهد الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. أبونا زايد الله يرحمه نمى فينا، أو نمى في الإمارات ككل، اللي هو الحب، التراضي، الود، ما فيش فرق بين أي شخص عن شخص داخل هاي الدولة. نعم. الشيخ زايد زرع، أبناء زايد قطفوا ثمار وزرعوا لأبنائهم وأحفادهم، وعم بيزرعوا لأبنائهم وأحفادهم، إلها حق علينا. شو بنحكي لهاي الدولة؟ نحكي طال عمرك اللهم لك الحمد، بلادنا وشيوخنا الله يطول عمارهم ويطول عمر الشيخ خليفة، الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد. الإنسان ما يطلع من فضل بلاده. صحيح. تربينا فيها وعشنا فيها وخيرنا ولحم كتافنا من خيرها. صحيح. الإمارات طال عمرك الحين صارت من أهم الدول من كل النواحي. صح. من ناحية الأمن والأمان، من ناحية جزاك الله خير الأرزاق، من ناحية كل شيء الحمد لله، وهذا فضل السياسة الحكيمة. نعم. اللي احنا عايشين تحت ظلتها. صحيح. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. خالد عبيد الكعبي، احنا كثير تشرفنا بزيارتنا لإلك أستاذي. جزاكم الله خير. نتمنى تضلك في هاي الهمة والعزيمة، ونشوف الوشاح مش على مستوى الإمارات فقط، نشوفه على مستوى الخليج أو الوطن العربي كمان إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا فيك ضيف عزيزة، أسرة فريق نبض الاتحاد من قناة جوسات الفضائية الأردنية بترحب فيك. تسلم تسلم. جزاك الله خير. شكرا.